ياسمين صبري تتصرف كالأميرات. علمت كمان انها كلمتك او كلموك بمبادرة انسانية نالت اعجاب المتابعين على السوشيال ميديا. استضافت ياسمين صبري في بيتها الحجة نعمات المعروفة بسيدة المطر، ونشرت هالصورة وكتبت: الحجة نعمات نورتني النهاردة في البيت، شربنا الشاي مع بعض وتكلمنا في حاجات كتير، ست صبورة ومكافحة، ربنا يديها الصحة وطول العمر. ومثل أي مرة بتنزل ياسمين صورة أو تعليق، التعليقات انقسمت ما بين سلبية وإيجابية. وقصة ياسمين مع سيدة المطر بدأت لما قارن الجمهور بين صورة السيدة اللي جلست على طرف الطريق تبيع ترمس، وبين صورة ياسمين بالطائرة الخاصة، مع الكلام عن ثمن شنطتها اللي قدر ب20,000 دولار. وياسمين ما تأخرت بالرد، فنزلت صورة السيدة وكتبت: أنا دايماً بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم، ويشرفني أني ألبي كل طلبات الحجة نعمات وأسرتها، كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة. وفعلاً بعد يوم استقبلت السيدة في بيتها في تصرف شبيه بتصرف الأميرات اللي دايماً بيرتبط اسمهم بالنشاطات الخيرية والمبادرات الإنسانية. وروح الأميرات دايماً بيلبسوها المتابعين بشخصية ياسمين، بالذات من بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة، سواء بأسلوب حياتها اللوكشري، بالطيارات الخاصة، أو باليخوت، أو بالأكتيفيتيز اللي بتعملهم. هذا غير أنه إطلالاتها دايماً مميزة وأنيقة حتى لما تلبس كاجول. أما الفساتين اللي بتختارهم فغالباً بيكون تصميمهم بسيط والألوان كلاسيكية. لهيك قالوا عن فستانها بافتتاح مهرجان الجونة: إطلالاتها فيها كمية فخامة كأنها أميرة، ولما تنشر صورها مع أحمد أبو هشيمة فبيكتبوا لها ملوك. أما من ناحية الشكل فالكل بيعتبرها أميرة من أميرات ديزني، خصوصاً من لما نشرت صورتها بإطلالة الأميرة جازمين من فيلم علاء الدين. ويمكن فايبز الأميرات اللي موجودة عندها أخذتها كلها من هالكاركتر، على قد ما كانت تنشر لها صور بحسابها على الإنستغرام، وواضح قدي بتحبها وبتحب الفيلم.